إذن باسم ملكة بجميع الحضور أباء لاعبين مؤطرين وضيوف، مرحبا بكم في مدينة طنجة، والمرتبة هي النسخة الخامسة لدوري مولاي الحسن بمدينة طنجة، الدوري الدولي لكرة القدم، دوري مولاي الحسن المنظم من طرف جمعية نهضة طنجة، وبمناسبة احتضان ملف كأس العالم 2026 شعار الرياضة دبلوماسية الرياضية في خدمة القضايا الوطنية. مرحبا بالجميع مرة أخرى، ونذكر أننا نتابع الأدوار الأولى لهذه النسخة، النسخة الخامسة التي تنظم كذلك هذه السنة بشراكة، تنظمها جمعية نهضة طنجة بشراكة مع جمعية قدماء لاعبي اتحاد طنجة عصبة الشمال لكرة القدم وباقي الشركاء مع هذه النسخة الخامسة التي والحمد لله تدور في هذا الأجواء الجميلة والبديعة في هذا اليوم الربيعي. مرة أخرى نرحب بالجميع ونذكر أننا نعيش فعاليات النسخة الخامسة من دوري مولاي الحسن، دوري الدولي لكرة القدم مولاي الحسن. مبارياتها في ملعب حالي، ملعب سيرفانتيز، سيفيا السوق، أكاديمية أطلس البيضاء، ثم حرية ديال قنيطرة، بيلوتيروس سيفيا، ثم اتحاد طنجة وأجاكس طنجة، وفاق حجرية، نهضة طنجة، سودا دار البيضاء، أكاديمية القرب في طنجة. المباريات التي تجري حاليا على ملعب رقم واحد في الدور السيفية وفاق حجرية، وبالنسبة للملعب رقم اثنان بوتين أكادير نهضة طنجة، ودائما ضمن فعاليات النسخة من طرف جمعية نهضة طنجة والتي ترغم تقديم خدمة رياضية من خلال شعار الرياضة الدبلوماسية الرياضية في خدمة القضايا الوطنية. وكذلك نذكر أن الدوري يجري بنظام الإقصائية، ونعتبر أن كل الأندية المشاركة فيه تعتبر فائزة إلى حدود حاليا، ونهنئ كذلك جميع الحاضرين، فخاصة ولما لا تقليص مساحة الفوارق بين الأجيال المقبلة من خلال نقلهم قيم كرة القدم.